انت بتلاحظ الناس كتير بتكلمك على ان المنافسين بتوع النادي الاهلي مش هم المستويات، يعني بوتافوجو ده احنا اول مره نسمع عنه. بص يا استاذ محمد، بوتافوجو هبط لدوري الدرجه الثانيه في 2020، من 4 سنين. من 4 سنين. ركز بس في التدرج والمستوى بتاع الفريق، ويبين لك انت قد ايه رايح لفريق ده اذا صعد. احنا كل ده بنتكلم على احتماليه ان هو الاقرب للفوز طبقا للمستويات اللي احنا نعرفها. فبوتافوجو في 2020 هبط دوري الدرجه الثانيه، 2021 تاني سنه على طول خد اللي هو كسب البطوله بتاع الدرجه الثانيه ورجع تاني للدوري الممتاز. في 22 رجع، 2022 خد مركز 11 في الدوري عنده. بص التدرج، 2023 مركز خامس وتأهل ليبرتادوس بملحق، يعني هو تروح تصفي مع فريق من دوله تانية عشان تشوف انك هتصعد ولا مش هتصعد مع بطل الكاس التاني، انتوا الاثنين بتلعبوا مع عشان تصعدوا ده في 2023. يعني هو صعد لليبرتادورس اللي هو كسبها، ما كانش صعب اصلا، ده ماتش خامس مش بطل، مش بطل ولا حتى من الاربعه الاوائل اللي هم بيصعدوا مباشره. ده بص تدرج، جه في 2024 الدوري البرازيلي وكسب ليبرتادورس. فبص التدرج من 2020 ل 2024 بيوصلك لحد فين. فانت متخيل لو الفريق ده كسب، انت رايح تلاعب فريق في تدرج المستوى. وخد بالك، ما هو اللي يبين لك تدرج المستوى ان بيجيب لعيبه وبيعمل سيستم ونظام اداري، ما هو النجاح جزء منه اكيد السيستم والنظام الاداري. فانت بتروح تقابل منظومه كرويه على مستوى الفريق، على مستوى الاداره، على مستوى تكوين مؤسسي، هم بيتدرجوا في المستوى وتعلموا من درس. انت وقعت وقعه صحيح، وقعتها قبل كده هم بالنسبه لهم، لكن وقعت في 2020 هم اتعلموا فيها. في 4 سنين دلوقتي هم توب انديه امريكا الجنوبيه، ورايح يلعب كاس القارات، ورايح كاس العالم للانديه، رايح كاس العالم للانديه مسماها الجديد. مظبوط. والناس اللي بتتكلم وتناقش، حلو الفكره على فكره، انا بيعجبني قوي يا اسمه محمد ان انت توصل لمرحله انك تناقش الاهلي هيلعب كاس العالم للانديه 2029 ولا لا. عارف الكلمه ده معناها ايه؟ يعني دي حته كويسه جدا. عارف الناس من بدري بدري راحت ل 2029. انا بحب الجدال ده على فكره. هي الكوره دي، هو ده الجدال الصحي اللي هو ما فيهوش تعصب. المشكله فيه الاهلي لا مش هيروح، اصل اللوائح ده الصح، ده الكوره، ده النطاق الطبيعي للكوره اللي انت تتكلم فيه. يروح ما يروحش بتاع ده شغل الكوره اللي احنا بنتكلم فيه. اكيد. طيب برضه لو اروح معاك لفكره، هي الناس بتحضر ل 2029 ازاي؟ يعني الناس بقت تتكلم على فكره التصنيف ممكن يوديك 2029 لو انت مش بطل. عارف الاعلام بقى وصل لمرحله انه بيجد مبررات لاي طرف دايما بيدعي المظلوميه ان يديله، لا من دلوقتي عندك 4 سنين جايه العب كذا، حقق كذا، نقاط كذا، بطولاتك كذا. مش حاجه غريبه شويه؟ حاجة يعني غريبة. انت شفت حد في انجلترا اتكلم مثلا السيتي بيشارك، فين اليونايتد؟ لا ليفربول. فين ليفربول؟ ليفربول كسب في اخر 4 سنين. ما حدش اتكلم في اخر 4 سنين، كسب ووصل فاينل، وصل فاينل دوري الابطال وكسب، كسب نسخه وخسر نسخه. ما حدش جه قال لك مثلا مظلوميه ومش مظلوميه. ما حدش قال لك ان ليفربول احق. على فكره انا لو تسالني عن وجهه نظري انا الشخصيه، ليفربول احق انه يشارك. فهو طبقا للمعايير اللي حطها الفيفا من 2021. هو هنا بقى النقطه اللي هو ايه؟ احترام المعايير. المعايير. آه. هو هنا كنادي احترام. على فكره احنا لو عندنا نادي حقق 1/10 من اللي عمله ليفربول، كان احنا كنا زماننا دلوقتي مشينا من البلد. في الفتره اللي عدت كنا مشينا. يعني بكلمك جد والله، ان انت كنت يا عم ده مظلوميه وبتاع وما فيش حاجه. يعني بص انا بقول لك انا مستغرب، يعني في فرنسا مثلا باريس سان جيرمان بيشارك، ما حدش جاب سيره مثلا ليون او مارسيليا. في انجلترا ما حدش جاب سيره اليونايتد وليفربول. تخيل انت مثلا اي نادي في اوروبا ممكن يقول لك ازاي برشلونه مش موجود، ده ريد بول سالزبورج موجود. الناس عادي جدا يا باشا. الوداد والرجاء وهو الصراع التنافسي الرهيب هناك، حتى لما بينتقد وضع ان هو ما شاركش بيبقى انتقاد منطقي وموضوعي. بالظبط. مع ان اللي هناك الليله ما بين الوداد والرجاء وطلع لهم الجيش الملكي مؤخرا، يعني صراع اقوى من هنا بكتير جدا. ممكن تكون الكوره والتنافسيه ومستوى اللعيبه على مستوى المحل عندهم، لان المحترفين بيطلعوا أكيد. اقل من عندك، لكن برغم كده ما تلاقيش الخزعبليات اللي بتحصل عندك اللي احنا وصلتنا النهارده اللي انت شفته في دوري الدرجه الثانيه. طبعا طبعا. خد بالك اللي انت بتنتقده دلوقتي ده، انت شريك فيه، شريك فيه باللي انت بتقدمه على الشاشه، باللي انت بتوصله للناس. قصدك وقعه اللاعب بتاع ماتش المقاولين والمنصوره؟ طبعا. هو انت عايز تحاسب الطرف الاخير في الحبل؟ طب ما تجيب الليله من اولها. احنا في كلام دلوقتي طلع بيقول لك ان المنصوره عرض اللاعب للبيع على فكره، واللاعب كمان اعلن اعتزاله. طيب على فكره الوقعه كلها من اولها لاخرها غلط. بس ده نتاج طبيعي جدا لفتره كبيره جدا من الطبيعي الاعلام اللي انت مش الاعلام، من الشكل الرياضي كله، مش الاعلام بس، من منظومه الرياضه كلها.
انت وصلت المرحله من 2018 او 2017 لحد المرحله دي انك وصلت نفسك تاخد حقك بالبلطجه، فانت متخيل الوضع اللي ده النتاج اللي انت وصلت له، وده اللي احنا كنا بنحذر منه بقاله فتره. وانا هنا ما ببررش واقعه، انا بقول لك الواقعه خاطئه مليون في الميه، بس انا بتكلم على ده نتاج طبيعي المنظومه. انت بتطلع دلوقتي تتكلم على اني انا مش عايز اذكر اسماء انديه، بس يعني بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، انت بتتكلم دلوقتي على حاجه مر عليها مثلا 10 12 سنه وتتناقش اعلاميا. المفروض انا كراجل اعلامي موجود بدير حوار ابقى فاهم ايه اللي يدار واللي ما يدارش بالظبط، واللي يتم ده. فدي صوره ونتاج طبيعي اللي انت وصلت له. انت هنا هتحمل الطرفين اخر حاجه في المنظومه. المتلقي اللي انت انا الاسبوع اللي عدى كنا هنا مع بعض، كنت بقول لك ايه، اتنين رؤساء لجنه حكام سابقين طلعوا الاثنين قالوا على واقع على هدف وضربه جزاء، ده الراي وده الراي تاني منفصل، والفاصل بينهم دقيقه. انا عايزك تبص للمتلقي، دول اللي كان بيدور لجنه الحكام في بالزبط. مثلا حقبه 6 7 سنين، وده بيتكلم في القانون، ده بيتكلم في القانون، وده بيتكلم لا قانون، ده بيتكلم قانون. واللعبتين لا يختلف عليهم اي بني ادم. وعلى فكره انا ممكن اختلف في انذار ولا طرد، لكن ضربه جزاء وجون يعني قانون صعبة. واضح. صعبة. فانت صعبة. هنا بتحاسب اخر واحد في المنظومه اللي هو المدرب واللاعب اللي هم متلقين بقالهم فتره بيشوفوا المنظر انت وصلت له. اكيد. طب هما لسه هنكمل مع بعض، لسه في تفاصيل كتيره، لكن مستعدين دلوقتي نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.